بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحتفل أكاديمية الشرطة اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، نخبة من الرجال أحسن إعدادهم حتى باتت صلابتهم من صلابة وطن عريق، واستمدوا عزتهم من علو قدره ومكانته، رجالا صدقت عزائمهم لتنبية لياء الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر الأبي. ويعظم من قدر احتفالنا تشريف سيادتكم اليوم لتتويج جهود هؤلاء الأبناء، فأهلا بك يا سيادة الرئيس بين أبنائك الخريجين. الحفل الكريم في ظلال هذه المناسبة الغراء، أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان للسيد محمود توفيق وزير الداخلية، قائد مسيرة الأمن، والذي شهدت الأكاديمية في عهد سيادته وثبات ارتقاء في كافة المجالات العلمية والتدريبية والبحثية لتواكب المستجدات التي تموج بها الساحة الأمنية، مما مكنها من المضي قدماً لتصبح منارة يهتدى بضيائها في مجال إعداد أجيالاً من ضباط الشرطة قادرة على حمل الأمانة مؤمنة بشرف الرسالة. وفي إطار حرص أكاديمية الشرطة على إعداد ضابط شرطة يعي التحديات التي يتعرض لها الوطن، تم إعداد برنامج تثقيفي استهدف كافة طلبة الكلية، مرتكزاً على تدعيم قيم الولاء للوطن والتحصين الفكري من التطرف والتعصب، محذراً من مخاطر الحروب غير النمطية وأدواتها وأساليب إسقاط الدول من الداخل. الحفل الكريم. يبقى التدريب المشترك بين طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية منهجاً ثابتاً تؤكد ضرورة توحيد المفاهيم التدريبية بين جناحي الأمن بالوضع. نرصد سوياً المتغيرات الأمنية ونسعى معاً نحو الاستعداد لها تخطيطاً وتدريباً وتنفيذاً. وفي أبلغ معاني الترابط، يشارك اليوم طلبة الكلية الحربية احتفال طلبة كلية الشرطة بيوم تخرجهم ليجسدوا سوياً أرقى مفاهيم التعاون والصداقة. السيدات والسادة، تعد أكاديمية الشرطة منارة تعليمية في محيطها الإقليمي، حيث يتواجد بين طلبة كلية الشرطة 198 طالباً وافداً من دول فلسطين، الصومال، تشاد، فضلاً عن 19 طالباً بنظام العامين الدراسيين من رعاية الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، وهي تشاد، الكاميرون، جيبوتي، أفريقيا الوسطى، غينيا كوناكري، جزر القمر. السادة الحضور، إنه يوم يقف فيه الأبناء في إباء وشمم، حيث نحتفل بتخريج 1501 من طلبة كلية الشرطة، من بينهم 51 طالباً وافداً من دول فلسطين وتشاد والصومال بنسبة نجاح بلغت 99.6%، وتخريج 595 من طلبة الكلية خريجي كليات الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100%، من بينهم 133 طالباً حصلوا على درجة الماجستير في القانون، منهم 13 بتقدير امتياز و113 بتقدير جيد جداً و7 بتقدير جيد، كما حصل 200 طالب من الدفعة الثانية على درجة الدبلوم في القانون، وكذا تخريج 197 طالباً وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100%، فضلاً عن تخريج 118 ضابطاً ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، منهم 14 ضابطاً وافداً من دول فلسطين، الكويت، البحرين، العراق بنسبة نجاح بلغت 83%. هذا وقد قام مركز بحوث الشرطة بتدريب 343 من الكوادر الشرطية من 41 دولة إفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. كما قامت كلية التدريب والتنمية بتدريب عدد 3625 ضابطاً من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني. كما بذلت الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة جهوداً غير مسبوقة في مجالات تأمين المنشآت الحيوية والكشف عن المفرقعات وضبط قضايا المخدرات. أبناء الخريجين، لقد حباكم الله بحمل رسالة من أقدس الرسالات، ألا وهي تحقيق الأمن للمصريين الغالية. فكونوا أوفياء للوطن، حراساً لأمنه بكل العطاء والتضحية، وتذكروا دوماً من سبقوكم وبذلوا دمائهم فداءً لوطنهم ووفاءً لعهدهم، وصدروا بكثارة أبلغ معاني الوطنية، فأعزهم الله وأكبرهم الوطن. الحفل الكريم
أتوجه في هذه المناسبة الكريمة بتحية تقدير وعرفان لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة التي قدمت كل العون الأكاديمية وفي مقدماتها قوتنا المسلحة الباسلة وكافة الكليات العسكرية وقضاء مصر ووزارة الخارجية وأجهزة ووسائل الإعلام المختلفة والجامعات المصرية وكافة قطاعات الوزارة الداخلية. وكل الشكر والتقدير للسادة رؤساء الأكاديمية السابقين والقيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالأكاديمية لجهودهم المخلصة في أداء رسالتهم النبيلة. سيادة الرئيس، سوف تمضي خطاكم الحكيمة الرشيدة بإذن الله، وتتجدد معها طاقة الدفع الهائلة التي أصبحت حاضرة لإنجاز الأهداف الوطنية الطموحة. وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.